بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد هنتعلم فيه تصليح لحام الكاوتش بطريقة سهلة وبسيطة. وقبل ما نبدأ الشرح العملي، يا ريت كل اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك للفيديو. وعدنا من جديد للشرح العملي لتركيب للحام الكاوتش. أول حاجة عندنا إن شاء الله هنبدأ نتعرف على الأدوات المطلوبة في لحام الكاوتش. أول حاجة معانا اللي هو البطش أو بيسموها رقعة اللحام. ديت حضرتك ممكن تشتريها، هي مش غالية. أولا تشتريها من أي واحد عنده محل قطع غيار دراجات. ثاني حاجة معانا اللي هي سلسيون، ودي هي المادة اللاصقة اللي بنلحم بها الرقعة. يعني الاتنين دول بيتباعوا مع بعض، أو ممكن تشتري دي لوحدها أو دي لوحدها، هما مش سعرهم غالي ولا حاجة. هما ممكن تجيب ب5 جنيه أنبوبة وأنبوبة لحام وتلات أربع رقع من الموجودة أمام حضراتكم دي. تاني حاجة موجودة حتة صنفرة قديمة، دي موجودة في أي حتة يعني ممكن تلاقيها. عندنا مفكين، نفكين دول عشان نفك موم الفردة، وبعد كده المنفاخ. انت ممكن حضرتك تشتري منفاخ، في منفاخ أصغر من ده بيعمل حوالي 20 25 جنيه، وفي كبير بيعمل من 30 ل 40 جنيه. اللي يناسبك طبعا ممكن تشتريه، ما يفرقش معاك انت حضرتك المنفاخ. وفي منفاخ عجل صغير ده بيصلح للعجل. أول حاجة عندنا إن شاء الله هنبدأ معانا فردة اهيت وهنبدأ شرح عملي. أول حاجة هنجيب الفردة زي ما انتوا شايفين اهوت، نفك غطا الفلف اهوت تمام، وهنبدأ اهو نفك سنة سنة كده اهو تمام، اهو كده هنبدأ نفك الكوتش تمام. نبدأ نطلع البلف كده، طلعنا الكاوتش الداخلي أو الشامبر بتاع العجلة اللي احنا هنلحمه إن شاء الله معانا. أول حاجة نبدأ نجيب المنفخ اللي انتوا شايفينه، ونبدأ نحط البلف ونبدأ ننفخ الشامبر. نبدأ نكتشف، نبدأ نكتشف وظيفة يا زود. ونبدأ نشوف الشمبر مخروم منين، ندور كده واحنا بحنا نقعد ندور. انتوا شايفين اهوت، هنا الخرم اهوت. نبدأ نعلم مكانه، انتوا شايفين اهو، نبدأ اهوت نبدأ نعلمه بأي حاجة كده، ونبدأ نفسيه الشمبر. يا ريت اللي مشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك للفيديو. تمام كده اهوت، كده معلمين مكانه. هنبدأ بقى نلحم اهوت، هنبدأ نيجي مكانه ونبدأ نصنفر
زي ما شايفين كده بنصنفر حواليه. تمام اهو اهو. وهنا العلامة بتاعته وقت عشان نبقى عارفينه بس ما ينتهش مننا. نبدأ نصنفر كده. أهم حاجة الصنفرة، الصنفرة هي اللي بتخلي اللحام يمسك. مفيش صنفرة طبعا مش هيمسك. صنفرة زي ما انت شايف كده في اتجاه واحد اهوت اهو. تمام، وإن شاء الله هنعمل فيديو تاني برضو، يعني مثلا لو الكاوتش بتاعه كاوتش فيه خرمة ولا حاجة هنعلمك ازاي تعالجه وطريقة لحمه برضو. لو الكاوتش الخارجي ان شاء الله فيديو تاني برضو هنعمل نفس الخطوات لحم الكاوتش الخارجي وازاي تعالجه بطريقة سهلة وبسيطة كده اهوت. نفسي شوية كمان. عاوزين نقرب الكاميرا. طبعا بقى هنجيب السرسيوم بتاعنا اهو بتاع اللحام اللي انتوا شايفينه اهو، ونبدأ يعني نحط منه حاجة بسيطة كده اهو. ده دي فاضية، نجيب العلبة التانية ديت، حط نقطة بسيطة، حاجة بسيطة خالص كده، أنا منملاش يعني، هو اللحام مش بكتر السلسيون اهو. بنقفل العلبة اللي معانا ونبدأ نفرد حوالين الخرم بالظبط، بنعلم الخرم كده زي ما انتوا شايفين. شوف العلامة اللي معاه ده، هو دي مكان الخرم، بنسيبه حوالي شوية كده زي ما انتوا شايفين. لما السلسون يبدأ ينشف إن احنا نجهز بقى الرقعة، نجهز الرقعة يعني نطلعها من الشخصية بتاعتها أهو. تمام أهو تمام أهو كده خلاص بدأ كده ينشف أهو. قبل ما ينشف بحاجات بسيطة أبدأ ألزق عليها كده. تمام مضغط عليها كامل. تمام اهوت كده اللحم معانا ان شاء الله شكله جميل جدا اهو كده اهوت. ابدا بقى اشيل من مثلا اضغط كده اهو اهو، اشيل الشخصية الخارجية دي اهو. كده واحدة التانية في اتجاه التاني برضو بس من النص. تمام كده، كده معانا اللحام بقى مية مية. هنبدأ بقى نركب اللحام، نركب الشمبر في الكاوتش بتاعه اهوت. نبدأ نشوف مكان البلف اهو. بركبه كده زي ما انتوا شايفين، شايفين التركيبة دي، هم عدى الشمبر منه اهوت. نبدأ ندخله اهو اهوت، ندخل الشمبر داخل الكاوتش ونبدأ نركب اهو. شايفين اهو الكاميرا قدامكم اهي، نركب كده لو جامد شوية ولا حاجة ممكن تستعمل الفك، بس المفك ما يخشش للآخر، لو دخل للآخر هيخرم الشنطة. هات سنة بسيطة كده اهوت، سنة بسيطة خالص، وممكن أدخله بإيدي عادي يعني، بس أنا عشان أوريكم بس الشغل الصح كده. بقى هنبدأ ننفخه. معانا ينفخ اهوت،
ركب الغطا بتاع البلف اهو، غطا البلف ركبه تاني مكانه. معانا العجلة اهي بقت 100 100. وكده خلصنا الفيديو، ويا ريت اللي اشتركش في القناة يشترك ويفعل لنا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.